وفي تعز أيضا قصف الحوثيون وقوات صالح بالمدفعية الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا طريقا حيويا يستخدم لنقل المساعدات الإنسانية إلى المحافظة. وقد نظم العشرات من أطباء وممرضي هيئة مستشفى الثورة العام بتعز كبرى المستشفيات الحكومية هناك وقفة احتجاجية لمناشدة المنظمات الدولية لإنقاذ المرضى والمصابين بعد نفاذ مخزون الأدوية في ظل انعدام الأكسجين بالمؤسسات الطبية. وتدهورت الحالة الإنسانية في تعز بسبب القتال والقصف العشوائي للحوثيين على الأحياء السكنية والحصار الذي يفرضونه عليها منذ نحو 9 أشهر.